جوري قاسم فقدت زوجها أبان هجوم تنظيم داعش الإرهابي على شنغال قبل نحو 7 سنوات، واصلت الليل بالنهار من أجل إدخار مبلغ يمكنها من إعالة طفليها، لكن الحريق الذي التهم مخيم شارية أحرق كل ما تملك. التهم الحريق كل شيء داخل الخيمة، حتى المبلغ الذي قمت بادخاره مدة 7 سنوات لإعالة هذين الطفلين وكذلك الأوراق الثبوتية احترقت بالكامل ولم نستطع غير إنقاذ أرواحنا. جاءت الموافقة على بناء بيوت من الطابوق الإسمنتي وفق الطلب الذي تقدم به النازحون بعد أيام من اندلاع حريق كبير في مخيم شارية التهم حوالي 400 خيمة تعود لأكثر من 200 عائلة نازحة بكامل مقتنياتها. قمنا ببناء 288 وحدة سكنية من الطابوق والأسمنت بقاعدة تابعة لمؤسسة برزان الخيرية، وانتهى بناء الجدران والأرضية وما تبقى هي الأسقف ومد شبكة الماء والكهرباء لحين استعاد النازحين إليها بعز وكرامة. تقطن العوائل المنكوبة حاليا في خيم وقاعات مؤقتة لحين اكتمال بناء منازلهم من الطابوق بدلا من الخيام، في حين هناك من يتوجس من تحويلها إلى موطن دائم وقتل حلم العودة. بناء البيوت بالبلوك أو السمنت هذا ليس بالحل، الحل هو العودة، العمل على العودة. لو تم الاهتمام من قبل الحكومة الاتحادية وتم تطبيق اتفاقية سنجار وطرد القوات الدخيلة من المنطقة لتم العودة بشكل نظامي. يتواجد في محافظة دهوك أكثر من 300,000 نازح من قضاء شنغال والمناطق المجاورة، وذلك حسب إحصائيات مركز التنسيق المشترك واستجابة الأزمات. على الرغم من صغر هذه البيوت وضيق مساحتها إلا أنها تمنح الراحة والأمان للنازحين داخل هذه المخيمات وتمنحهم بيئة آمنة لا تقارن بالخيام التي لا توقيهم من حر الصيف ولا برد الشتاء. لقناة زاد روز الفضائية بواردة خاز داخل مخيم شارية للنازحين.